ده كان كلام مهم. خلينا نروح نشوف أهم الأخبار اللي اتكتبت على النادي الأهلي في الصحف النهاردة. يلا بينا. أخبار الرياضة، الأهلي فوق أي تحدي. المسا، الكبير كبير يا أهلي، الأحمر يؤكد أحقيته بالدرع بعد الفوز على الزمالك. الأخبار المسائي، الأهلي الغول خلص على الزمالك بهدف معلول. مجلة الأهلي، وكمان القمة أهلوية يا بيه، أحلى ختام لدوري الأحلام، البطل يؤكد جدارته باللقب ويهزم وصيفه في برج العرب. مجلة الأهلي، معلول كده هداف بي 8 والفارق 8. الأخبار، فرحة الأهلي فرحتين، فاز على الزمالك بخطأ عماد السيد وحافظ على رونق الدوري. أخبار الرياضة، ختامها مسك يا أهلي، معلول صانع الفرحة والسعادة الجديد للأهلوية، أكد أحقيته بالدرع بانتصار جديد على الزمالك. أخبار الرياضة، الأهلي بطل النهايات السعيدة، كتيبة المقاتلين تهدي اللقب للجماهير، مين يقدر يقول للأهلي لأ. مجلة الأهلي، لا سارتي، الأهلي يستحق الفوز بالقمة والتتويج بالدرع. أخبار الرياضة، لا سارتي بعد استعادة الثقة، انتظروا الانطلاقة الجديدة بعد النهاية السعيدة. أخبار الرياضة، تعرض لهجوم وخروج على النص والخوض في الذمم المالية، ورغم ذلك بيبو يا جبل ما يهزك ريح.